متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار، ثاني أكبر متاحف العراق بعد المتحف الوطني، يضم قطعا أثرية نادرة منها الهيكل العظمي للصياد، ويعود عمره إلى 6000 سنة قبل الميلاد، وتمثال الملك أورونمو من البرونز. أن متحف الناصرية يضم مئات القطع الأثرية الأصلية. الخصيصة الثانية أن المتحف فيه آثار معروضة من كل مواقع العراق وليس من مدينة الناصرية. الخصيصة الثالثة والمهمة أن الحضارات جميعها التي مرت على بلاد الرافدين موجودة في متحف الناصرية وليس من حضارة واحدة، كان يكون السومرية أو الأكادية أو البابلية. كما يضم المتحف واحدة من أقدم العجلات ومجموعة من الرقم الطينية والتماثيل، كذلك يعتبر مساحة مهمة للنشاطات الاجتماعية والثقافية والمبادرات العامة، حيث تقام فيه المعارض والمهرجانات وورش العمل. وبالرغم من أهمية هذا المتحف، يعاني من إهمال حكومي في تلبية حاجاته ومتطلباته الأساسية للحفاظ على مكانته بين المتاحف في العراق والمنطقة بشكل عام. وهذا المتحف حقيقة يعني كان يضم أكثر من 5000 يعني قطعة أثرية، لكن تم سحبها عام 1991 لأسباب أمنية ولم تعاد لهذا المتحف. يعني حاليا المتحف يعني اللي يضم 14 قاعة يعني مشغولة من عنده فقط 7 قاعات. هذا المتحف يعاني اليوم من قلة الدعم الحكومي وكذلك الإهمال من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار وكذلك الحكومة المحلية في المحافظة. يعني اليوم أبسط مثال هو قاعات غير أو لا توجد بها يعني أجهزة تبريد. كغيره من معالم العراق، يشكو المتحف من إهمال منذ عام 2003، يرجو العراقيون أن يعالج ليعود البلد إلى صدارة المشهد الثقافي والأثري كما كان في تاريخ ليس ببعيد.